أنا متأكدة أن أغلبكم يعاني من مشكلة إنقاص الوزن، عشان شي أنا اكتشفت لكم اكتشاف واللي هو هيلثي بودي، منتجات هيلثي بودي اللي تساعدكم على إنقاص الوزن ببرنامج كامل متكامل عبارة عن 5 منتجات، وهو يقدم أيضا 3 مراحل، لكم حرية اختيار المراحل. منتجات هذا البرنامج هو الألوفيرا وحبة سرعة الحرق، بالإضافة إلى حبة السد الشهية والفايبر، وما ننسى البروتين تشيك. طبعا كل ما عليكم ان تستخدمون هاي المنتجات، وايضا تمشون شوية وتخفون الاكل شوية. مساء الورد والسعادة على عيون كل متابعيني. طبعا اليوم جايبت لكم هذا الفتشي العجيب اللي يجنن اكيد لانقاص الوزن. حقيقة هذا الشيء استخدموه الاهل، وهذا الكورس الثاني اللي بيستخدموه عبارة عن نظام للتنحيف، ينقص تقريبا 9 كيلو أو 7 كيلو خلال 9 أيام. خليني أشرح لكم بالضبط شنو هذا في سبيل تستفادون من هذا المنتج. هذا كورس التنحيف من كلين ناين اللي هو ينقص الوزن خلال تقريبا 9 أيام فقط، ينزل لكم 9 كيلو أو 7 كيلو. عبارة عن مواد طبيعية 100%. عندكم هذا منتج الصبار اللي لونه أصفر، وعندكم أيضا الميلك شيك هذا بطعم الفانيلا وأكو بالشوكولا. شوفوا أنتوا شو تحبون، الأقرب لكم تقدرون تستخدموه، ما بي أي آثار جانبية. أيضا عندكم شنو بعد عندنا؟ عندنا علبة الأقراص مع لقاح النخل اللي هي هذه. طبعا بقية التفاصيل راح تلقوها كلها هنا موجودة. حقيقة أنا ما مستخدمته لأنني ما محتاجة أنزل يعني 9 كيلو أو 7 كيلو، أعتقد كل شيء هواية علي، ولكن الأهل استخدموه حبيت أفيد بنات. المنتج سهل جدا، ما راح تتعبون به ولا تحيرون، أيضا ماكو هاي الأمور اللي تسوي سايد أفكت إنه دوخة أو غثيان يصير عندكم. هذا كله ما راح يكون وياكم اثناء تناولكم لهذا الكورس. ايضا تفاصيل كلها مكتوبه هنا، انا راح تلقوها كلها موجوده هنا، فما راح تعبون ولا تدخون باي شيء. ومثل كل مره اني دائما اقول بنات، فالشباب يتوقعون ان هذا المنتج ما راح يستفادون منه، بالعكس هذا المنتج للشباب والبنات، النساء والرجال. بشكل عام انا اثق بسلفة، وهم هالشركة انا مجربة منها مالتي فيتامينز من قبل، وايد ممتاز لان كل الاشياء اللي فيه طبيعية. وهذا بوكس فيه فايبر اللي هو الالياف، اعتقد فيه تشياس داخل. الالياف وايد مفيدة حق المعدة. البوكس فيه الالوفيرا جل، في منه 2، وفي هذا المكمل الغذائي مالتي فيتامين يحتوي على كالسيوم. عندي فترة طالبته والحمد لله اليوم وصلني، وهذا المنتج تحديدا لأنه أنا عملت عنه كتير ريسيرشز وسألت عنه وسألت دكتور، لأنه أنا ما بأمن بأي دواء ممكن يتاخد بدون ما ترجعي لاستشارة طبيبك. أنا عندي مشاكل هضمية، فهذا المنتج الوحيد اللي فيه شيء بيساعد تماما لحل هاي المشاكل، مع انه انت بتقدري توصلي للوزن اللي انت بتتمنيه. هلا ححط لكم اياه واشرح لكم عن كل شغلة موجودة. اوكي، ثانك يو احمد، يو هيلبينج مي. هذا هو الكيت. اهم منتج عنده هو هذا المنتج، خطير جدا، الوفيرا وطعمة الخوخ. هذا كتير بفيد العصارة الهضمية. يعني مرحبا، معكم عارف البلوشي كلين ناين. اغلب الاشخاص مر عليهم هذا الاعلان. طبعا اشكر شركة فور ايفر لتقديم العرض الجميل كلين ناين، وراح ادخل في هذا البرنامج واشوف كم بينقص وزني. تابعوني. طبعا اليوم الاثنين 16 يناير راح ابدا اول يوم في البرنامج. هذا وزني قبل البرنامج،
82. طبعا بعد 6 ايام من تجربة برنامج كلين 9 راح اقيس وزني، ووصل الوزن تقريبا 77 يعني نقصت 5 كيلو في 6 ايام.